كابتن اسامه، الموقف اتصعب الان والضغوط زادت عليك، ولكن ما زالت الفرصه قائمه. اه طبعا، حتى اخر مباراه. ده ما فيش شك في كده ايمن، انت بتتكلم لسه في خمس مباريات، ماتشات، ده كتير جدا. انت المهم انك انت تلم نفسك بسرعه جدا وتركز كويس قوي. يعني ياما شفنا ماتشات كتيره، او قصدي دوريات كتيره اتحسمت بالنسبه لنا في اخر لقاء. يعني ده احنا كلنا عشناه، واحنا لعيبه واحنا مدربين. المهم ان اللعيبه لازم يبقى عندها ثقه في نفسها كويس قوي، ومش هقول ولا كان حصل حاجه، عادي ماشي، يعني متوقع ان ممكن كان يحصل تعادل ولا حاجه، لكن انا اقصد ما نعيش فيها كتير، ما نعيش فيها كتير، لان الماتشات كل 3 ايام. انت لازم تركز كويس جدا الماتش الجاي، ماتش انبي النهارده. طبعا كانت عندك فرصه سهله انك تحسم اللقاء، كانت عندك فرصه سهله في الماتش الشوط الاول، مش الشوط الاول بس، لا لا، حتى الشوط الثاني. يا ايمن انت جالك كم من الفرص. اولا طاهر لما نزل عمل حاله كويسه قوي ناحيه اليمين، ادي جون، دي جون 100%. بواليا وعمرو سوليه دخلوا في بعض، طلعت. فانا اقصد انك في فرص كتير لم تستغلها، يعني انت كانت مشكلتك كتير قوي انك انت بتضيع فرص متاحه ليك جدا انك انت تجيبها. ماتش سيراميكا تسهل عليك قوي يا ايمن، عشان جبت الهدف الثاني بسرعه، وبعد كده خلاص هم استسلموا. النهارده الاسماعيلي جه في وقت لو دخل فيه الجون الثاني كان هيستسلم. احنا كلنا قلنا انه ربنا يسهل ونقدر نجيب جون ثاني. ادي كوره برده بواليا لما توقعها، المفروض يبقى في الحته دي متوقع ومنتبه. يعني احنا كلنا قلنا لو جبنا الجون التاني الموضوع هيتسهل جدا، ما ندخلهمش في الوقت اللي ممكن ياخدوا ثقة فيه، اللي هو اخر تلت ساعة ربع ساعة هتبقى النتيجة 1-0، هو ما عندوش حاجة يخسرها خالص، ما عندوش اي حاجة يخسرها. فممكن تمشي، وده اللي حصل. هما ما لهمش فرص كتيرة، هما بس المساحات لما اتفتحت شوية في نص الملعب بالذات، في الجنب في نص الملعب وناحيه الشمال، مدبولي عمل حركه ناحيه الشمال، عمل حاله للاسماعيلي ناحيه الشمال، لكن الخطوره الكبيره ما كانتش في خطوره كبيره على مرمى الشناوي، يعني حاجات طفيفه يعني. لكن انت ما فيش شك انك انت النادي الاهلي يكسب باي حد طبعا، واحنا مؤيدين 30 لعيبه عشان كده، لكن ما فيش شك ان خروج محمد شريف وإليو ديانج عملوا فرق كتير قوي الشوط الثاني. محمد شريف فرص كتيره جدا كان ممكن يستغلها لو موجود الشوط الثاني، وديانج كان قافل قوي نص الملعب، كان يعني كان الكره دي مثلا طاير يعني شالها مش وحش، بس شفنا كان الشوط الثاني كده اكتر من 4-5 فرص. أيوة، اهداف محققه يا اسامه، احسن 20 دقيقه لعبها مع طاير، محمد طاير. طبعا طاير، ما انا بقول لك طاير بالذات نزل عمل حاله حلوه جدا ناحيه اليمين. مزبوط. ويمكن أكتر زي ما كابتن يعني شريف بيتكلم، انا لا بتكلم على مدبولي على اساس ان يعني هم اتعادلوا دي الكوره، لكن طاهر فعلا عمل جبهه ناحيه اليمين كويس قوي، وعمل اكتر من كره خطر، والكره اللي هي شفناها له اللي هو الكره دي بقى، الكره دي اللي غريبه بقى. بص دي طبعا دي جون، دي كره المباراه، دي كره المباراه طبعا. هي فعلا لمست ايد فوزي، انا ما كنتش واخد بالي على طرف ايد فوزي. بالظبط، لمست اطراف صوابعه يعني محمد علاء نبيل هي دي، فتحي ما قدرش يكمل فاكرها جول. لا، ما هي جون، هي جون، هي دي بقى، ده بقى عدم التوفيق في الكوره. الناس اللعيبه حاولت، بص يا اسامه اخر لحظه، بص هي دي اللمسه، دي اللمسه دي اللي بعدين تبقى اقوى من كده. لا وحمدي والتكمله حمدي برضه مش متوقعه، صعبه قوي يعني، صعبه عادل قوي قوي. دي عارف واصله لحد فين؟ لا لا صعبه، جنب القايم يعني. لا لا صعبه يعني، لا لا صعبه على حمدي، حاله حتى لو مش لو مكمل صعبه جدا يعني، صعبه على حمدي. هي شكلها جول، هي لازم جول، وشكلها كويس، لازم تتشاط كمان، دي برضه لازم تتشاط على طول. عايز يضمن طاهر على عيبها كده زي ما هي جايه كده، وعايز ياخدها على يمين وسط، صعبه. هي في فرص كتير بقول لك جت محققه انها تيجي اهداف. مفيش شك انه برضه خروج محمد شريف فرق معانا، عنده ثقه على الجون في داخل ال 18 يعني، لكن اللعيبه حاولت كتير جدا، وبالذات يمكن في اخر 7-8 دقائق بعد احساسهم ان المباراه بتنتهي، بقت في كثافه عدديه. يمكن في فتره من الشوط الثاني
الكثافه العدديه كانت قليله شويه. مظبوط. كان في سرعه في الاداء كمان. ايوه لما حسينا ان الوقت بيجري ابتدت بقى النزعه اللي هي بتاعت ان احنا عايزين نكسب وروح النادي الاهلي وروح الفانيلا. حاولنا نضغط والكره الاخيره دي بتاعت صلاح، لكن هارد لك، وده موجود في كره القدم ويعني عشنا الكلام ده كتير. المهم ان احنا نطلع من الموضوع ده بسرعه وان شاء الله نركز كويس قوي في الماتش الجاي باذن الله.